السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناة مستر بومتيك الانفجار التقني. رجعت لكم مرة تانية بعد ما اتقفلت القناة القديمة، قناة عربز تيوب، والحمد لله هي الصراحة كانت قناة جميلة جدا، وكانت عاجباني المحتوى بتاعها وكان عاجبني كل حاجة فيها، ولكن للأسف قدر الله ما شاء فعل واتقفلت القناة من طرف اليوتيوب زي ما انتم شايفين. انا معرفش ايه اللي حصل، معرفش انا عملت ايه يخلي القناة تتقفل، ولكن للأسف القناة اتقفلت قدر الله ما شاء فعل، وده موضوع انا خلصت منه وعملت قناة جديدة اسمها مستر بومتيك او الانفجار التقني. وأول حاجة هشرحها النهاردة هو تقريبا هي أول حاجة بدأت فيها في القناة القديمة، هو إزاي تحصل على 1,000,000 زائر في القناة يوميا. زي ما انتم شايفين هي دي مدونة جديدة أنا عملتها امبارح، بس في 5 دقايق بالظبط أو في أقل كمان حصلت على 20,200 زائر. هتقولي إزاي أليكس سيرفينج قفل إنك تعمل أكتر من حساب؟ دي الثغرة اللي كنا استخدمناها في الشرح القديم، إنك تعمل أكتر من حساب على أليكس سيرفينج وتاخد 100 نقطة من كل حساب، وساعتها في ال 100 نقطة علمتك ازاي تجيب من ال 100 نقطة 15,000 او من 15 ل 20,000 زائر يوميا. انا امبارح عملت لوج ان بالاكونت بتاعي امبارح ولقيت معايا 100 نقطة، اللي هو يعني دخلت على ساين ان هنا تمام، ولقيت طبعا معايا صفر. بعد كده دخلت على فيسبوك لايكس وعملت لايك لكام صفحة على فيسبوك لحد ما جاب لي نقط تمام. ساعات بتظهر وساعات ما بتظهرش، بس عندك انت لو اول مرة فهتظهر. انا عندي مثلا ظهرت اهي، هعمل لايكنج وخدت 26 نقطة من صفحات الفيسبوك، لكن ساعات بتظهر وساعات ما بتظهرش تمام. بس انت لو عندك لأول مرة ممكن تظهر، بعد كده ممكن ما تظهرش. يعني عندي دلوقتي هي ما ظهرتش وممكن تظهر، مش عارف ايه اللي هيحصل، ولكن مش ده يعني موضوع النهاردة، مش دي الثغرة اللي هنستخدمها النهاردة. انا النهاردة جايب لك مواقع تانية كتير قوي غير اليكس سيرفنج هنستخدمها في انك تحصل على 1,000,000 زائر، وممكن تجمعهم في وقت بسيط، ولكن يعني مش بالسهوله اللي كانت في اليكس سيرفنج للاسف، ولكن يعني هي الموضوع برضه مش صعب. فانا دلوقتي مثلا خدت 25 نقطه من الاعجاب بصفحه للفيسبوك، الموضوع كان سهل. دلوقتي يعني انت ممكن تخش على الايميل بتاعك في اليكس سيرفنج وتعمل لايك لصفحات الفيسبوك، هتاخد لحد 100 نقطه ويمكن اكتر كمان، لان دي اول مره. اما انا عشان خدت قبل كده فما بتظهرش عندي بسهوله. المهم يعني انت لو عندك 100 نقطه في اليكس سيرفنج او انت اول مره تعمل اكونت على اليكس سيرفنج، بتخش هنا على الاكونت وبعد كده بتكمل الخطوات اللي انا هعملها معاك في المدونه الجديده او مدونتك اللي انت لو هتستخدم عليها الشرح يعني على مدونتك. انا عن نفسي هعمل مدونه جديده عشان مش عايز استخدم الموضوع ده على مدونتي، ده يعني مش هيأثر على مدونتي بالغلط او اي حاجه، بخصوص ان انا ما بستخدمش ادسنس، ولكن يعني انا ما بحبش استخدم الحاجات دي في مدونتي تمام. فاحنا دلوقتي وبالذات يعني مدونتي ترتيبها بيقل، فمش هينفع اعلي معدل الارتداد عندي يعني بالسهوله دي. المهم احنا دلوقتي يا جماعه زي ما قلت لك، انت لو عندك نقط على اليكس سيرفنج فانت ممكن تعمل الخطوات اللي هنعملها مع بعض في المدونه. اما دلوقتي عشان الناس بقى اللي كانت عملت معايا شرح قبل كده وما عندهمش نقط على اليكس سيرفنج فيتابعوا معايا الشرح الجديد، اول حاجه تخش على موقع اسمه رانك بوستر اب تمام. رانك بوست اب هو ده الموقع تمام. هنعمل بقى لوج اوت عشان نسجل من تاني، وزي ما انتم شايفين هنعمل هنا ساين اب عشان تعمل ايميل جديد، وتكتب هنا اليوزر نيم بتاعك وهنا الايميل وهنا الباسورد، وبتعيد الباسورد، وبعد كده بيبعت لك ايميل في الانبوكس بتاعك اللي انت مسجل بيه، وبعد كده بتيجي هنا تعمل ساين ان. طبعا عندي اكونت فاخش بالاكونت بتاعي عادي جدا، ده مثلا الاكونت بتاعي هعمل ساين ان عادي تمام. دلوقتي انا معيش ولا مينتس، معيش ولا دقيقه ولا نقطه ولا اي حاجه تمام. ازاي بقى بنضيف الويب سايت؟ هتيجي هنا عند ويب سايت تمام، وبعد كده بتضيف الويب سايت اللي انت عايزها، بتعمل اد ويب سايت، وبتعمل هنا بتحط الويب سايت. نصيحه نصيحه وركزوا فيها قوي يا جماعه، الناس اللي الترتيب بتاعهم دلوقتي لسه ما وصلش، هنا مكتوب ان ايه، هنا مكتوب ان ايه وما وصلش للترتيب اللي هو تحت 30,000,000 وترتيبك ما بينزلش وما وصلتش، فانت بتعمل دي اقل حاجه تمام، مثلا من 10 ثواني لحد مثلا 15 ثانيه تمام، لحد كده مثلا. اما لو الترتيب بتاعك نازل مثلا لحد ال 10,000,000 وانت نازل، فالافضل انك تعملها في الدقائق، يعني مثلا تخليها مثلا 60 ثانيه، من 30 ل 60 ثانيه تمام. ده ليه؟ لان معدل الارتداد عندك هيقل، ولما معدل الارتداد عندك بيقل ترتيبك في اليكسا بيقل بسرعه، لكن طول ما انت لسه يعني طول ما انت بتجيب زوار كتير وانت اصلا ترتيبك بينزل او نازل في النازل، فلا معدل الارتداد عندك هيزيد وترتيبك هيعلى تاني. فالافضل انت لو ترتيبك نازل فانك بتعملها ايه، بتعملها زي ما انا عملتها كده،
تماما، من 30 ل 60 ثانيه. اما لو ترتيبك لسه اصلا ما وصلش للترتيب العالمي اللي هو من 30 مليون وانت نازل، فانت بتخليها على اقل حاجه عشان يجي لك اكبر عدد من الزوار وتنزل في الترتيب العالمي بسرعه. تمام. فهنا طبعا انك تكتب هنا اليو ار ال بتاع الويب سايت، وهقول لك تجيب انهي ويب سايت دلوقتي، وبعد كده تسيب كل حاجه وتعملها سبميت. هتيجي هنا عند الداشبورد عشان عايزين دلوقتي نجيب مينتس، عايزين نجيب مينتس دلوقتي. هنجيب الايه الترافيك اكسشينج. هنا بيقول لك ضيف الاليكسا تول بار، اليكسا تول بار اللي هو ده. تمام، فانت بتضغط عليها بس بتطلع لك هنا وبتعمل لها اضافه. ده شيء يعني احنا مفروغين منه، شيء سهل يعني. بتعمل لها اضافه وبتطلع لك هنا على طول. بعد كده هنا بتجيب فايرفوكس اد اون. تمام، هنا بيقول لك اول حاجه تعملها تحمل اليكسا تول بار. تمام، طبعا اللي محملها خلاص تعملها هنا بس انستول، وبعد كده بتتحمل معاك في ثواني. تمام، هنا بقى بتعمل اللي هقول لك عليه ده بالظبط. بترجع بتنزل تحت هنا وبتجيب اباوت ديباجنج، بتاخدها كده كوبي وبتروح هنا بتعملها بيست وبتعمل انتر. تمام، بيظهر لك كده الحاجات دي. بتعمل لود تيمبوراري اد اون، بتضغط عليها بس هنا لود. تمام، هنا انت هتضيف ايه؟ هتضيف اللي انت هتحمله من هنا. احنا هنحمل ايه؟ احنا هننزل كده تحت وبتضيف بتاعه الفايرفوكس دي، يعني بتضغط عليها بس كده بتعمل تحميل على طول. تمام، بتضيفها وبتعمل لود، بتعمل لها يعني بتعمل ايه فك الضغط، بتفك الضغط عنها. تمام، بتبقى قدامك مثلا هنا زي كده وبتعمل لها فك الضغط، وبعد كده بتطلع لك دي، بتخش على الحاجات دي كده بتعمل ماي سكريبت، تضغط عليها بس هتلاقي ظهر عندك هنا. تمام، هو ده اللي احنا هنجيب منه الزوار. تمام، وبعد كده تضغط على ستارت سيشن، نسيبه هو هنا مع نفسه، هنا هو يجيب الزوار مع نفسه. تمام، ونرجع هنا نشوف احنا هنضيف الصفحة اللي احنا هنضيفها شكلها ايه. طبعا دي المدونة مثلا اللي انا هشتغل عليها. انت عايز تشتغل على المدونة بتاعتك، عايز تشتغل على المدونة بتجيب منها ربح عن طريق شركات الاعلان او حاجة زي كده، انا هشتغل على المدونة دي. تمام، هنعمل مثلا مشاركة جديدة خالص اهو من الاول خالص، مشاركة جديدة. تمام، مشاركة جديدة، ونعمل هنا ايه نكتب هنا اي حاجة في المشاركة، وهنا نحط اي عنوان المشاركة. تمام، دي المشاركة مثلا اللي احنا عايزين نزود لها الزوار، هنعمل نشر. تمام، وهنا هنعمل كنسل. تمام، يبقى دي زي ما انتم شايفينها صفر قدامكم. تمام، دي صفر، عايزين نعمل لها زيادة في الزوار وتبقى زي دي كده. تمام، زي ما انتم شايفين هي لسه كمان بتزيد يعني. المهم الموضوع ازاي بقى يا جماعه؟ الموضوع كل الموضوع انك بتعمل دي بتعمل لها ايه؟ بتعمل لها كوبي لينك، وبتخش على جوجل. هنا انا كنت شرحت الموضوع ده قبل كده على جوجل شورت. تمام، بتعمل لها شورت وبتاخد دي كوبي وبتعمل لها دن، وهنا بتشيل. طبعا ده السكريبت بتاعنا، هحطه لك اسفل الفيديو. بتعمل دي هنا بيست بس عليها كده، وبعد كده بتاخد ده كله. تمام، كوبي وبتعمل ده اكزيت، خلاص سيبك منه. تمام، طبعا مش ده كل حاجه، فاحنا هنفتح واحد تاني هنا وبنعمل ده بيست. هنكرره كم مره بقى في الموضوع الجديد؟ هنكرره 1500 مره. 1500 مره. تمام، ركزوا معايا كده، 3 4 5 6 7 8 9 10. ناخد ال 10 دول، 20 30 40 50 60 70 80 90 100، وناخد ال 100 200 300 400 500، ناخد ال 500 1000 1500، وناخده كده كوبي. بعد كده نسيب ده كله ونيجي نعمل مشاركة تانية جديدة. المشاركة الجديدة دي هي اللي هتزود الصفحة اللي احنا عايزينها. طبعا انت بتخش على اي تدوينة عندك انت عايزها وبتعمل اللي انت عايزه فيها، يعني تاخد اللينك بتاعها وبعد كده بتختصره وبعد كده بتحطه في المدونة بتاعتك عادي. بتعمل هنا مشاركة جديدة بقى وتسميها اي حاجة، ممكن ما تسميهاش لو انت عايز يعني. بعد كده بتحط هنا بيست، بتعمل نشر على طول عشان ما يعلقش. زي ما انت شايف تم النشر 1500 لينك. احنا كنا في الاولى بنقول 500 لينك بس، دلوقتي تم النشر في 1500 لينك. تمام،
دلوقتي بقى نركز مع بعض نشوف هنسوق اللينك ده ازاي. انت دلوقتي مش محتاج غير ان الناس تخش على اللينك ده بس، هو ده اللي هيجيب لك الزوار. تمام، هنشوف هنا هنلاقي اللينك ده خلاص تم النشر بتاعه. هناخد اللينك ده بقى كوبي ونحطه في الويب سايت هنا. تمام، زي ما انا حاطط اللينك ده هنا. طبعا عشان دي تقديم دوانة جديدة، فانا مثلا هعملها في المتوسط مثلا من 10 ل 30 ثانية مثلا. تمام، نعملها كده في المتوسط، بعد كده تعمل سبميت. تم اضافة الصفحة بنجاح. تمام، هنا الموقع ده دلوقتي هو معلق عندي، يعني في تعليق عندنا. طبعا ممكن ما يعلقش عندك يعني، بس في تعليق عندنا شخصيا، هي دي المشكلة من عندي. تمام، ولكنه هيجيب لك نقط عادي جدا بنفس الطريقة. تمام، خلصنا ده. يعني مثلا احنا دلوقتي عايزين نستخدم موقع تاني يجيب لنا برضو زوار. الموقع التاني اللي احنا عايزين نستخدمه هو هيتلاب. بتخش على هيتلاب. تمام، ال 86 يعني امبارح انا جبت 86 ضغطة، 86 ضغطة. بتضرب ال 86 دول في 1500، قول 1000 بس، 86 في 1000 بتبقى ب 8600 ضغطة. 8600 ضغطة عندك في الموقع اللي هو 86 بس. يعني لو سيبته مثلا 3 4 ساعات هيجيب لك مثلا 5000 و6000. شوف هيجيب لك كام ضغطة او هيجيب لك كام زيارة. فما تستقلش بهيت لاب. يعني مثلا موقع اليكس سيرفنج بيجيب لي 200 زيارة بس على الموقع، ولكنه ال 200 زيارة دول بيتضاعفوا الى اضعاف اضعاف، يعني بالطريقة اللي انا قلت لكم عليها. تسيبها هنا مثلا لحد مثلا، لا اعملها مثلا لحد 20 ثانية وبتعمل سبميت. تمام، وهيتضاف هنا، وبعد كده طبعا بتفتح هيت لاب من هنا وبيجيب الزوار مع نفسه. لكن اقسم لكم يا جماعه الموضوع ده شغال 100%. الموقع ده اللي هو موقع رانك بوست اب، موقع من افضل مواقع، يعني بيساوي اليكس سيرفنج بالظبط. ولكن هو هي التعليقه دي من عندي، يعني هو مش راضي يجيب هنا نقط، ولكن يعني مش عارف هو تقريبا بيزيد من اليكس سيرفنج امبارح ولا ايه. ان لو عملنا هنا ريستارت هتلاقي ده بيزيد لسه، يعني 23775 كان 300 وحاجه، يعني بيزيد لسه. ما اعرفش هو تقريبا بيزيد من رانك بوستر اب، من رانك بوست اب ولا من هيت لاب. لسه هيت لاب اصلا ما جابش نقط. تمام، ولكن الموضوع مجدي جدا يا جماعه، وان شاء الله الموضوع ينفع معاكم. يعني دي كانت حلقه بسيطه عن انك ازاي تجيب مليون زائر يوميا في المدونه، وان شاء الله يا جماعه الطريقه دي تنفع معاكم وتجيب اكتر من مليون كمان. هي بس موقع رانك بوست اب هو من افضل المواقع، صدقوني هو شغال تمام 100%. ولكن هو في تعليق فعلا من الفايرفوكس عندنا، لو ما نجحش معاك في فايرفوكس ممكن تستخدم بتاعه جوجل كروم. الموضوع كله سهل. اتمنى لو عجبتك الحلقه تضغط لايك هنا على صفحتي على الفيسبوك عشان تتابع اخر الاخبار لقناه مستر بومتك. واتمنى دي لاول مره تشوف صفحه مستر بومتك تضغط اشتراك في القناه عشان نقدر نكمل في قناه اليوتيوب، بسبب طبعا القناه الاولى اتقفلت. كان معكم مصطفى من قناه الانفجار التقني مستر بومتك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.